أهلا بكم متابعي اليوم السابع، معكم من خلال بث جديد عبر صفحة اليوم السابع. نتناول من خلال البث قصة إيجابية، قصة الشاب محمود بحبح سعيد. هنا في مدينة قنا يتواجد الشاب داخل ورشته، يستقبل زبائنه بابتسامة معهودة ليبدأ يومه في العمل مع ابتكار طريقة جديدة للتصليح، وهي التصليح الدليفري. ورغم دراسته في قسم الجغرافيا بكلية الآداب جامعة جنوب الوادي، إلا أنه لم يتوقف عن العمل داخل الورشة، يعني لتوفير نفقات الدراسة والإنفاق على نفسه. معنا الشاب محمود يطلعنا أكثر عن طبيعة عمله داخل الورشة، وكذلك عن الطريقة التي ابتكرها وهي التصليح الدليفري. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا المواطن المصري محمود بحبح سعيد، طالب بكلية آداب قسم الجغرافيا بجامعة جنوب الوادي بغنى. أنا عندي ورشة صغيرة يعني في قنا حوض 10، بدايتي من بالضبط من 4 سنين. هل حد علمك الصنعة ولا تعلمت؟ تعلمت الصنعة، وجي واحد نعرفه قعد معايا وعلمني وفهمني الدنيا، والحمد لله تعلمتها وفهمت الدنيا. اخترت المجال ده، يعني المجال ده ليه؟ يعني اخترت في الأول حبيته، انا ما اخترتوش، انا يعني حبيته، انا حبيت المجال ده. تمام. بالنسبة لمجال الدراسة، انت بتدرس في قسم الجغرافيا، برضه اخترت ليه قسم الجغرافيا؟ يعني عشان المجموع كان كويس يعني، وهو كان اعلى قسم في كلية الاداب عامة. هو كان اعلى قسم بيقبل من مجموع حلو يعني، فهو ما كانش فيه قدامي غيره، فيعني ايه جايب مجموع كويس فقدمت فيه يعني. طب كلمنا عن يومك في الورشة بيكون ازاي؟ يومي الحمد لله يعني بصحى الصبح الساعة 8، اصلي الصبح زي كده وانزل من شغلي، بشتغل عادي يعني كيوم الطبيعي، وبخلص مع المغرب اروح زي كده. لو في مذاكرة معايا، لو في مذكرات، لو في ابحاث بعملها، بس بخلص زي كده بنام بدري بصحى عشان اجي شغلي. ازاي بتوفق ما بين الدراسه وما بين شغلك؟ والله فمعايا اخويا توأم شويه، فيقعد مكاني في الوقت اللي انا بكون فيه في الجامعه. يعني انا بروح الجامعه الصبح زي كده، هو بيكون قاعد مكاني هنا، اجي انا اذاكر اللي انا اخذته او الخص اللي انا اخذته، وبنزل انزل مع بعض العصر قبل المغرب، حاجه بسيطه بنزل شو. تمام. الطريقه الجديده اللي انت اعلنت عنها اللي هو التصليح الدليفري، فكره جات لك من فين؟ دي الهامي يعني، دي الهامي انا يعني، فما كانش في حد هنا فكر في المهنه دي ولا 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 جتش على بال حد. فانا حسيت ان ايه، ناس كتير بتحصل معها مواقف على الطريق، ناس كتير قوي بتحصل معها مواقف، واحد فرد بيكون معاه العائلة بتاعته فرد بشيء على الطريق، فما بيكونش في حد بتاع كوتش. فأنا نزلت صفحة على السوشيال ميديا، نزلت المكان بتاعي ونزلت الورشة بتاعتي ونزلت رقم التليفون، وأي حد بتحصل معاه حاجة على الطريق بيرن عليه، والحمد لله شغال في بيبقى يعني تصليح دليفري. تصليح دليفري بياجي، إذا كان بيبعت لي حد عندي في لحد ورشتي، بيبعت لي تاكسي أو بيبعت لي حد صديقه معاه بعربيته، باخد الكوتش وبركب له الاستبن بتاعه، ولو الاستبن بتاعه بايظ باجي أصلح له الحاجة البايظة بتاعته وأركبها له تاني لحد ما يجيني. والحمد لله نجحت، وأنا سعيد جدا، وأنا بشجع أي حد معاه ورشة كوتش يخصص حد معين لكوتش الدليفري، هيوفر للناس التعب بتاعها يعني، الناس هتقف على الطريق هتتعب. لو رجعنا تاني لمجال الدراسة، يعني انت اخترت ليه انك يعني تكمل في الدراسة ومجال الدراسة، ما قلتش انا اكتفي بالورشة والشغل في الورشة يعني؟ لا، دراستي دي عشان انا تعبت من زمان فيها يعني، انا تعبت يعني، مش اجي في اخر الزمان عشان انا مسكت شغل واسيب دراستي، ما ينفعش. ترتيبك ما بين اخواتك الكام؟ يعني معك كم اخ ودراستهم؟ انا بسم الله ما شاء الله معايا محمد، ده خد بطولات على الجمهوريه، على الجمهوريه في الكيك بوكس، ومدرب في كيك بوكس، ومعايا مصطفى معهد فني وحاليا في الجيش،
وانا اظبط كلمه انا ومعايا عبد الرحمن ومعايا علي داخل ثانويه عامه ومعايا مروان صغير خالص. طيب لو نصيحه يعني دايما بتنصحها للسواقين او اصحاب السيارات يعني. هو نصيحتي للمواطنين حاجه واحده بس، عايز المواطن يتاكد من التاريخ بتاع الانتاج اللي بيشتري منه، يعني اشتريت من عند اي حد كوتش جديد اتاكد من تاريخ الانتاج، اتاكد من تاريخ الانتاج. ده هيفرق الموضوع ده هيفرق. بيفرق بيفرق، لانه لو تاريخ الانتاج قديم الفرده مش بتكمل معاه، مش بتكمل الست شهور. فدي حاجه مهمه جدا جدا جدا. في ناس بتسترخص، يعني ازاي يقول لك الكوتش انا دي رخيصه الفرده دي مش عارف ايه. لا يا عم، هات الحاجه الغاليه اللي ايه انتاجها حديث وتكون حاجه غاليه. يعني ايه ما تلاقيش الفرده رخيصه تقول لا دي فرده، لا لا ما فيش الكلام ده. في حاجه ثانيه عايز اقولها، خلي بتاع اللحام يحمل حاجه نظيفه، ما تخليش حد يحملك فتيل نهائي. طب ايه الانواع اللي شغال فيها هنا؟ انظف لحام على المستوى هو لحام الكاوية. لحام الكاوية ده انظف لحام على المستوى. بيفرق ايه على النوع الثاني؟ بيفرق ايه؟ بيفرق ان ده قوي جدا على الفرد ما بيطلعش. لو اتكلمنا عن جانب ثاني عن الحاجات الايجابية او ردود فعل الايجابية اللي بتسمعها من الناس، ايه؟ على ايه؟ ردود فعل الايجابية اللي بتسمعها من الناس. بس انا بسم الله ما شاء الله انت دخلت على الصفحه اللي نزلت صورتي والمكان بتاعي وكل التعليقات بسم الله ما شاء الله عليها، يعني الناس كلها الحمد لله محبوبه عشان بنصح بما يرضي الله. مش عايز حد من حد، مش عايز حاجه من حد، يعني انا مش عايز حاجه من حد، انا بنصح بما يرضي الله لان انا مش هاخد غير التعب بتاعي بس. هل في تعليقات سلبيه اصلا سمعتها قبل كده زعلتك او نهائي نهائي؟ نصيحة أخيرة، أنا حابب بس يعني أشجع الشباب دي اللي هي قاعدة على الكافيهات وقاعدة في تحت الكباري وقاعدة في النوادي وبدون عمل، ولا مؤاخذة الأبهات هي اللي بتصرف والأمهات هي اللي بتصرف، والكلام ده فعلا حاصل. يعني أنا مش جايب حاجة من عندي، الأمهات هي اللي بتصرف والأبهات هي اللي بتصرف، ما فيهاش حاجة لما تنزل وتشتغل، ما فيهاش حاجة، ما فيش، مش عيب، مش عيب لما تنزل تشتغل لك في ورشه ولا تشتغل لك في سوبر ماركت ولا تشتغل لك في اي حاجه في محل ملابس، مش عيب، مش عيب خالص، مش عيب. كل واحد يعتمد على نفسه.